متمسكون بروح النصر. القوات المسلحة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء 25 إبريل 82، رفع العلم المصري على رفح شمالا وشرم الشيخ جنوبا إيذانا بانسحاب إسرائيل من سيناء. الجيش المصري اللي اتكلمنا عنه امبارح مع اللواء دكتور سمير فرج، واللي انا بحييه وبشكره لانه كان مداخله متميزه للغايه كالعاده، اللواء دكتور سمير فرج. الجيش المصري ده روسيا اليوم طبعا بيبقوا مهتمين جدا باخبار القوات المسلحه. انا بقول لكم روسيا اليوم بيبقوا مهتمين قوي باخبار القوات المسلحه المصريه. الجيش المصري يستعرض قواته المدفعيه، ووزير الدفاع الفريق اول محمد زكي: لدينا ما يمكننا من حمايه امن مصر، مش قوه الجيش دي كلها، لا ده احنا هنا بنتكلم على المنطقه. الاجراءات التفتيش اللي امبارح حضرها الفريق اول محمد زكي وايضا الفريق اسامه عسكر، اجراءات تفتيش ورفع الكفاءه الخاصه بالمنطقه المركزيه فقط. يعني القوه اللي روسيا اليوم بتتكلم عليها مش كل المدفعيه اللي موجوده عندنا، لا بنتكلم على جزء من سلاح المدفعيه يعني بتبقى اقوى في الجيوش. الحرب العالميه الاولى كانت المدفعيه هي الاساس، الحرب العالميه الاولى وتدمير التحصينات، واصبحت مدفعيه سلاح رادع والسلاح الثقيل في الجيوش مع بدايه الحرب العالميه الاولى. بقى النهارده ايضا لسه امبارح كان السيد احمد ابو غيط في حوارنا، واللي انا بشكره وبحيي على الحوار المطول، بشكره بجد السيد الامين العام للجامعه العربيه على حواره امبارح اللي كان فيه اهتمام كبير جدا داخليا وخارجيا بالتصريحات اللي أدلى بيها امبارح معانا الامين العام للجامعه العربيه، وكان بيتكلم على المدفعيه وعلى استخدام المدفعيه في الحرب الروسيه الاوكرانيه. كمان خلوا بالكم ده تحركات مهمه جدا ولازم نبقى شايفينها وعندنا قراءه ليها. احنا كمشاهدين واحنا كمتابعين، لانه النهارده الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه فين؟ في الجيش الثاني، يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي. ده الجيش الثاني، وده الجيش الثاني يعني حدودنا الشمالية الشرقية، يعني رفح وغزة وإسرائيل، يعني زي ما أنت عايز يعني هو الجيش الثاني. فريق أسامة عسكر موجود النهاردة في الجيش الثاني الميداني. المشروع ده مراكز القيادة الخارجي بينفذه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وده اللي بيستمر على مدار عدة أيام. ده طبق المتحدث العسكري، يستمر إمتى؟ عدة أيام. وده ضمن خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. لواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني اتكلم أيضا خلال المشروع على الدعم، طبعا دعم لقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع التشكيلات والوحدات بما يمكنها من تحقيق التميز في تنفيذ المهام. وأكد اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني حرص رجال الجيش الثاني، وأنا بالمناسبة شفت ده بعينيا يوم الخميس، شفت ده بعينيا وشفته قبل كده وشفته لما أنا رحت كمان في 22 و23 وكنت كمان في قيادة الجيش الثاني في الكتيبة 101 مع اللواء محمد ربيع أيضا في عام 22 و23. حرص الجيش الثاني على الوفاء بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف من خلال الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية. ناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل الأمثل مع المواقف المتغيرة خلال تنفيذ المهام. أشاد بالجهد المبذول والمستوى المتميز الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وفي ختام المرحلة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير الفرد المقاتل وتعظيم إمكانياته بما يتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها، فضلا عن الارتقاء بوسائل التدريب والتأهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة
تاني التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات العسكرية خلال تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدراته. حاضر طبعا اللقاء المرحلة الخاصة بالمشروع عدد من قادة القوات المسلحة. لما تشوف امبارح وتشوف النهاردة الاثنين جنب بعض كده، قائد العام امبارح في المنطقة المركزية والنهاردة رئيس الأركان مع الجيش الثاني، تحط الاثنين جنب بعض كده، الصورتين جنب بعض، هي رسالة جيشنا العظيم وجيش وقواتنا المسلحة للشعب المصري زي ما قال امبارح اللواء دكتور سمير فرج، للداخل والخارج. للداخل، وانا بنقل على اللواء دكتور سمير فرج، للداخل رسالة طمأنة صحيح، وللخارج بلدنا وامننا وحدودنا ما حدش يقرب لنا. بس يبقى حضرتك تشوف امبارح القائد العام الفريق الاول محمد زكي امبارح واجراءات التفتيش ورفع الكفاءه القتاليه امبارح في المنطقه المركزيه، والنهارده الفريق اسامه عسكر مع وحدات واحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني. تشوف الرساله، وهي الرساله القويه ورساله المهمه ورساله الطمانه للداخل، وايضا رساله لمن يعنيه الامر في الخارج. ايوه بالظبط كده، الله ينور، هي دي، الله ينور. امبارح اهو فريق اول محمد زكي ومعه طبعا سياده الفريق اسامه عسكر وايضا قائد المنطقه المركزيه زي ما احنا بنشوف كده، اجراءات التفتيش ورفع الكفاءه القتاليه في المنطقه المركزيه. ليه؟ للمدفعيه. تاني بنقول للمدفعيه، مش لكل السلاح الخاص بالمنطقه المركزيه، لا المدفعيه. النهارده امبارح سياده الفريق اول محمد زكي، النهارده سياده الفريق اسامه عسكر. قدام حضرتك اهو فين؟ في العريق، في الجيش الثاني الميداني. الرساله لمن يعنيه الامر، حضرتك كمواطن تطمئن، جيشك ودائما الجيش المصري العظيم بمنتهى القوه والكفاءه، تكون مطمئن تماما تماما بفضل الله بفضل الله بفضل الله. ابطال الرجال في كل مكان، مش على حدودنا الشرقية، لا على جميع حدودنا، حدود الأربعة، الاتجاهات الأربعة الاستراتيجية، القوات المسلحة زي ما حضرتك بتشوفها كده، ده نموذج من كل الجيش المصري في كل مكان. كمواطن قاعد جوه مصر أو بره مصر أو حد من الناس اللي بيعادونا، يبقى شايف كمان رسالة جيشنا، يبقى شايفها بشكل، هم عارفين، مش محتاجين نقول لهم، كله عارف، كله عارف القوات المسلحة المصرية، وكله يعمل مليون حساب للجيش المصري. أي حد تاني بقول لكم، أي حد يعمل مليون حساب للقوات المسلحة، أيوة كده يعمل مليون حساب. ده جزء بسيط أوي، ده يعني قدام حضراتكم، ده جزء بسيط، ده خاص بالمنطقة المركزية العسكرية، مش الجيش كله. لا، لما رحنا وتشرفنا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة من كام شهر كده، المدرعات، الفرقة الرابعة مدرعات، الفرقة الرابعة، الجيش الثالث الميداني، الفرقة الرابعة، ده جزء بسيط شفناه، الفرقة الرابعة. وكان يعني أيضا كان تفتيش، بس كان تفتيش، كان تفتيش حرب. فلما تشوف الفرقة الرابعة كمان قدامك، أيوة، يعني ده جزء من الامبارح. وكمان طبعا القائد العام فريق اول محمد زكي ورئيس الاركان وقائد المنطقه المركزيه، ده جزء. لما شفنا كمان، وطبعا مناقشه مع القاده والضباط زي ما احنا اتكلمنا، والمقاتلين الابطال، لازم تبقى حضرتك المهم ما تراه. خلي بالك القوات المسلحه ما بتتكلمش كتير، وعاده الجيوش لا تتحدث كثيرا، ولكن لما يبقى في تطورات بتحدث في العالم والإقليم والمنطقة وعلى حدودك، الموضوع مش سر يعني، وعلى حدودنا الشرقية الموضوع مش سر، فأنت المواطن يبقى مطمئن على 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 بلده وعلى استعداد جيشه على مدار الوقت. ودايما الجيش المصري طول الوقت جيش جاهز، جيش مستعد، جيش لديه الكفاءة ولديه كمان كل الإمكانيات. ودايما سيادة الرئيس يقول كده، ما تبقاش قلقان انه حد ما حدش يقدر. الرئيس اللي قال، خلوا بالكم الجمله اللي هقولها منسوبه للقائد الاعلى للقوات المسلحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال كده بدل المره مليون مره،
مفيش حد ابدا يقدر يعتدي بشكل مباشر على مصر. مين اللي قال كده؟ السيد الرئيس. بدل المره مليون مره. بحضرنا جميع كل شيء يتعلق بالقوات المسلحه مع السيد الرئيس، كنا من موجودين مع سيادته، ونتشرف نبقى موجودين. محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. بس سيادة الرئيس قال كده، فخلاص انا بكرر لك الكلام ده النهارده مره اخرى، وافضل اكرره لك تاني واكرره لحضراتكم تاني وتالت ورابع. تاني، المواطن حضرتك عيش حياتك زي ما انت عايز، مالكش علاقه بده هناك زي ما انت شايف كده. نكمل اخبارنا. النهارده اتصال من الرئيس الفرنسي ماكرون مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر وفرنسا تحذران من خطوره اللي لسه بنتكلم عليه، انزلاق المنطقه الى حاله واسعه من عدم الاستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون يتفقان على ضروره وقف التصعيد والتوصل الى تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز يؤكدان، خلي بالكم، خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية. وامبارح السيد احمد الغيط الامين العام للجامعة العربية كان بيتكلم معانا بتفاصيل كثيرة جدا مطولة عن القضية دي، عشان هو ده اللي جاي. وامبارح كان الامين العام للجامعة العربية بيتكلم عن هذا الامر وخطورة نتنياهو، وجه له رسائل تحذير خطورة نتنياهو انه يدخل ويقتحم رفح بريا. رغم التحذيرات، مؤشر جديد على قرب اقتحام رفح الفلسطينية طبعا. استعدادا لعملية رفح الفلسطينية، اسرائيل توسع المنطقة الانسانية في غزة لاستيعاب مليون نازح. بيتكلموا على منطقة بيجهزوها حاليا، بيجهزوها عشان تستوعب النازحين اللي موجودين في جنوب رفح اللي عددهم 1.5 مليون. قالوا بيعملوا منطقة دلوقتي لحد على الطريق الساحلي عشان تستوعب الفلسطينيين، وده وفقا للتنسيق ما بين امريكا واسرائيل. انه نتنياهو، وده قلناه على مدار الايام الماضيه بشكل واضح، الابتزاز الاسرائيلي للامريكان. ان نتنياهو قرر انه ما يوجهش ضربه قويه لايران مقابل انه يحصل على دعم امريكي لتنفيذ عمليه اجتياح رفح. حصل على الدعم الامريكي، وهو ده كان المقايضه، وده اللي انا قلتها في يومها، مش النهارده بقولها، في يومها قلت ابتزاز امريكا عشان ينفذ اجتياح رفح، عشان ما يوجهش ضربه قويه لايران. طب يعمل ايه؟ لازم ياخد حاجه. قلتها الكلام ده الاسبوع اللي فات، حصل اهو قدام حضراتكم وهتشوفوه. قلت لحضراتكم مبكرا هو رايح رفح، رايح رفح من بدري، رغم انه كانوا في البعض قال لك اجل ومش رايح. لا، انه في عنده هدف معين، هدف معين واضح. مصر تستعد لوضع خطوط حمراء لاسرائيل. مصر وضعتها بالمناسبه، يعني مصر وضعت الخطوط الحمراء دي مبكرا على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه. وضع الخطوط الحمراء في هذه المنطقه. التهجير، التهجير، لا، خط احمر. الرئيس وضع هذا الامر وتاني نكرره تاني على لسان الرئيس، في خط احمر امام محاولات نتنياهو للتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. بسبب 7 أكتوبر رئيس استخبارات جيش الإسرائيلي يستقيل، اللي هو وحدة أمان، استقال طبعا للفشل الاستخباراتي في تحديد ما ستقوم به حماس ونفذته حماس يوم 7 أكتوبر. إسرائيل تخفق في إدانة الأونروا. كانت إسرائيل طول الوقت تطلع قالت لك الأونروا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإنه المنظمة بيشتغلوا وبتساعد حماس وفي ناس ولقوا المحقق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة شكل لجنة تحقيق عشان تشوف هل في بعض شغالين أو موظفي أونروا متورطين ولا لأ. إسرائيل فشلت تماماً إنها تقدم أي دليل على تورط العاملين في الأونروا،
ولكن اسرائيل كانت عايزه تغلق الانروا. لو اتقفلت الانروا مفيش لاجئين، زي ما قال امبارح الامين العام للجامعه العربيه السيد احمد البغيط، قال لك الانروا دي معناها مش موجوده، يعني تغلق قضيه اللاجئين. مين المعني بيها؟ الانروا هي المسؤول عن مدارس وغيره وانفاق وغيره، تسهيل حياتهم يعني. انتشال جسامين 293 شهيدا، دي جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال من مجمع ناصر الطبي في غزة. مصر على لسان السفير أحمد أبو زيد متحدث باسم الخارجية المصرية في بيان شديد اللهجة وبيان مهم جدا وقوي جدا. من المشين بيتكلم على المجزرة اللي حصلت في مجمع ناصر الطبي والكشف عن قرابة 300 واحد قتلوا قتلهم جيش الاحتلال داخل مجمع الطبي. متحدث الخارجية المصرية من المشين استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في غزة، بيان في منتهى القوة، وبيتكلم على الدور المصري، بيتكلم على ما تقوم به إسرائيل، وده اللي زي ما بقول كده مصر ودور مصر كمان فيما يتعلق ب يعني رسائل مصرية شديدة اللهجة إلى جيش الاحتلال وإلى نتنياهو. جنس وبن غفير، جنس عضو مجلس الحرب الصهيوني، بن غفير المجرم وزير الأمن الداخلي الصهيوني، يتبادلان تهمة الإضرار بالأمن القومي. جنس قال إنه بن غفير والمجموعات المتطرفة هو واحد منهم، كلهم زي بعض، لا تستثني أحدا أبدا، ما فيش حد فيهم كويس، كلهم حاجة واحدة، مجموعة من المجرمين صهاينة كلهم اللي هم بيبيدوا الشعب الفلسطيني. قال انه بن غفير بيرتكب وبيضر بالامن القومي وتصريحاته وما يقوم به من اجراءاته، ده اللي بيسبب انه المجتمع الدولي واخد يعني انه الامريكان عايزين يعملوا محاسبه، امريكان بيحاولوا يعني لاحدى الوحدات العسكريه لانها تقوم بعمليات اغتيالات للفلسطينيين في الضفه الغربيه. وحتى الاتحاد الاوروبي عايز يعمل اجراءات ايضا ضدهم وضد قطعان المستوطنين. وكمان بن غفير وجه اتهامات لجانت سؤال انه ده اللي فشل وده اللي فاشل وده اللي سبب، هو مش عايز ياخد يواجه حماس ومش عايزين ياخدوا اجراءات عنيفه ضد حماس. ففي اتهامات بين الاثنين مجرمين. جوزيب بوريل المنسق الاعلى للسياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي النهارده كان عندهم اجتماع في بروكسل وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي. بوريل يدعو لعقوبات جديده مع تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين. بوريل اتفاق اوروبي على توسيع العقوبات على ايران. وزيره خارجيه بلجيكا الاعتراف بدوله فلسطين خطوه حاسمه نحو حل الدولتين. بعد الحرب على غزة ثلث الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو، ولا حد بيصدق نتنياهو لا في إسرائيل ولا خارج إسرائيل. نائبة الكونجرس الأمريكي 14 مليار، كتبت على صفحتها على حسابها إكس 14 مليار دولار مقابل الموت والدمار في غزة، بتقول لإدارة بايدن يعني أنتوا بتتكلموا على عايزين وقف اطلاق النار، فقالت لهم ازاي بتقولوا ده؟ الكلام اللي كان امبارح مع الامين العام للجامعه العربيه السيد احمد الغيط بيقول امبارح نفس الحكايه. انت بتقول النهارده عايز سلام وعايز وقف اطلاق النار وفي نفس الوقت بتدي اسرائيل دعم عسكري وتدي له دعم مالي عشان يستمر في القتل. فهي بتقول لهم كده النائبه في الكونجرس الامريكي، بتقول لهم يعني بتديهم النهارده 14 مليار دولار وعنوانهم الموت والدمار، هو ده بالظبط. ما الفلوس دي بيتم استخدامها في ايه؟ في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته والبنية التحتية زي ما احنا بنشوف كده. في استطلاع رأي عاملينه في الإعلام الصهيوني بيتكلم على لو تم تشكيل حزب يميني جديد حاليا، قالوا الحزب ده سيحقق نصرا ساحقا على نتنياهو وعلى جانتس. جانتس هو اللي بيتكلموا عليه على انه بديل نتنياهو، ولكن كمان استطلاع الرأي بيقولوا اللي واخد أكتر من 60% بيقولوا أنه لو تم تشكيل حزب حاليا، حزب يميني جديد، هو اللي هيفوز بالأغلبية في الكنيسة وبالتالي هو اللي شكل حكومة.
هياخد من نتنياهو هيفقد 5 مقاعد، وبيني جانس هيفقد 15 مقعد، وكلهم هيروحوا المقاعد للحزب الجديد، حزب اليمين الجديد، نتيجة للي حصل على مدار ال7 شهور اللي فاتوا. فاق الحرب الباردة، سباق تسلح يجتاح أوروبا والسبب بوتين. الحرب الباردة اللي هم بيتكلموا عليها إنه سباق التسلح ده، أوروبا النهاردة في عام 23 أوروبا اشترت سلاح ووفرت سلاح ورفعت ميزانية التسليح للجيوش في الاتحاد الأوروبي 552 مليار دولار، بعد ما كانت كام؟ كانت 330-350، أصبحت 552 مليار دولار. التسليح والموازنات العسكرية زادت في جميع دول الاتحاد الأوروبي بعد ما بوتين اللي حصل الحرب الروسية الأوكرانية. لافروف وزير الخارجية الروسي: الغرب يتأرجح بشكل مباشر بين الدول النووية. بولندا: مستعدون لنشر أسلحة نووية على أراضينا. رئيس النهاردة اتكلم وقال طبعا احنا على استعداد، اذا اراد حلف الناتو احنا جاهزين لنشر الأسلحة النووية، ودي اللي تكون طبعا على الحدود مع مين؟ مع بيلاروسيا. قال لك طبعا بيلاروسيا وعلى حدود روسيا، وبالتالي انه ده في منتهى الخطورة حدود روسيا ولينينجراد، وبالتالي انه روسيا هتعمل ايه؟ طيب ايه رد روسي اذا نشرت بولندا وهي العضو الموجود في حلف الناتو السلاح النووي على اراضيها؟ روسيا رد فعلها ايه؟ كريملين على طول يحذر، بيقول بيسكوف النهارده متحدث باسم الكريملين: موسكو ستتخذ جميع الاجراءات اللازمه في حال نشر الاسلحه النوويه الامريكيه ببولندا. على طول التحرك الروسي. زاخاروف المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نشر الأسلحة النووية في بولندا سيجعلها ضمن أهداف التدمير عند الاصطدام مع الناتو. شوفوا الحديث دلوقتي بقى إزاي، اللغة بقت ما بين الغرب إزاي وبين روسيا إزاي. الدول النهاردة بيتكلموا في النووي، مش بيتكلموا على أسلحة عادية، بيتكلموا على السلاح النووي. كريملين قرار، لأنه خدوا قرار كمان في الكونجرس الأمريكي على مصادرة، وكمان حتى أوروبا على مصادرة الأصول الروسية. قرار السلاح على الأصول الروسية لصالح كييف خطير جدا. السويد: الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا. كريملين يعلق على احتمال حظر الاتحاد الأوروبي الغاز المسال، قالوا إنه ده يؤثر على الاتحاد الأوروبي، إحنا ما فيش تأثير علينا لأن إحنا عندنا أسواق أخرى، ولكن هو يؤثر على الاتحاد الأوروبي على صناعاته وعلى شغله وعلى إلى آخر ذلك يعني. لافروف: روسيا والصين توقفتا تقريبا عن استخدام الدولار في التجارة بينهما، وخدوا قرار، وبالتالي أصبحت التجارة ما بين روسيا والصين التي تجاوزت بالمناسبة أكثر من 200 مليار دولار حجم التجارة ما بين روسيا والصين، أصبحت الآن بنسبة أكثر من 95% منها باليوان والروبل، اليوان الصيني والروبل الروسي، خلاص استغناء تام عن الدولار الأمريكي. كان كل المبالغ دي بالدولار الأمريكي، بقت النهاردة لا، بالعملتين الوطنيتين للبلدين. نائب رئيس المجلس العسكري الصيني: لا نعتزم الدخول في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة. استعدادا للحرب: الولايات المتحدة والفلبين تبدأان تدريبات عسكرية قرب تايوان. الصين عملت إيه؟ الصين: سنتصدى لكل الاستفزازات في البحر. بسبب التضخم ترامب يفوز بثقة الناخبين متجاوزا بايدن. نتكلم هنا على ترامب بيتفوق بنسبة تزيد على 52% عن بايدن.
استطلاع رأي اتعمل في الإعلام الأمريكي عن اهتمام الأمريكيين إيه بالانتخابات الرئاسية، يصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما. عمل استطلاع الرأي ده واتكلموا على وصل حاليا 64% حاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة اللي هي في 5 نوفمبر القادم. في اتكلموا على قبل كده كانت وصلت إلى 77% في انتخابات رئاسية قبل كده و 69%، لأول مرة تصل إلى 64% اللي هو الأدنى، المستوى الأدنى. في أوقات وصلت تجاوزت 77% اهتمام الأمريكيين بالانتخابات، النهاردة بيتكلموا على 64% من المهتمين بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هتكون في 5 نوفمبر القادم. المشروع ده مهم جدا حضراتكم، ده في ناقش في مجلس العموم البريطاني واعتقد الليلة، قانون رواندا. ايه قانون رواندا؟ اللاجئين اللي طلبوا اللجوء الى بريطانيا بالمراكب، اللي راحوا بريطانيا اخذتهم وعملت لهم سفن في البحر وعشان يقعدوا فيها، عملوا بيعملوا قانون النهارده لنقل هؤلاء الى رواندا مباشرة. ريشي سوناك رئيس الوزراء والحكومة البريطانية بيتمسك بتمرير هذا القانون، ده اسمه الترحيل القسري، ده مجرم في القانون الدولي الإنساني. يعني بريطانيا اللي بتعمله ده مجرم، انك واحد جالك، انتوا عارفين مين ضمن الدول اللي هيرحلوهم؟ مين؟ الافغان اللي جاي من افغانستان اللي كانوا بيشتغلوا لحساب الجيش الانجليزي، يعني بعد ما اشتغلوا 20 سنة عملاء للجيش الانجليزي، الجيش البريطاني اللي كان موجود مع الجيش الامريكي في افغانستان ووحداته، بيشتغلوا عملاء ليهم على مدار 20 سنة، قرروا كمان ما يدهمش الجنسية ولا يستوعبوهم ولا يدهم لجوء في بريطانيا، هيرحلوهم كمان لرواندا. يعني حتى الناس اللي خدموا مع الجيش الانجليزي ومع اجهزة الاستخبارات الانجليزية ايضا كمان، يعني بعد ما يقول لك خدمة مش عارف ايه، قرروا كمان دول هيرحلوهم رواندا ومش هيدوهم لجوء في بريطانيا. شوفوا بريطانيا بتعمل ايه مع حتى العملاء بتوعها، سواء مع الجيش او مع اجهزة الاستخبارات الانجليزية اللي بيدوهم معلومات، يعني بيزودوهم بمعلومات على مدار 20 سنة وهم موجودين النهاردة، ما سمحوش ليهم انهم ياخدوا لجوء رغم انهم كانوا وعدوهم، قال لهم تبقوا معانا وهندوكوا جنسية ولما تبقوا عندنا وناخدكم ويلا، لا في الآخر قال له بخ، مفيش جنسية ولا لجوء، لا ده أنا هوديك رواندا إحدى الدول الإفريقية، وأطلقوا على القانون قانون رواندا، الترحيل القسري المجرم. دول كلهم بالآلاف هياخدوهم على طيارات كده يشحنوهم ودوهم رواندا. في طبعا معارضة في مجلس العموم ولكن هيتم تمرير وهيتم الانتهاء، وقالوا ان احنا وفي معارضه شديده جدا لانه كمان المحكمه العليا هناك رفضت، ولكن ريشي سوناك قال لا، اللي احنا بنعمله ده لا يتعارض مع القوانين الدوليه، لا يتعارض مع القانون الدولي. تهجير قسري، هو جالك ودخل عندك، انت هتاخده كده تمسكه تقبض عليه، تاخده كده من بحاجته تحطه في الطيارات واشحن، اشحن على الطيارات، مجرم قانونا. مصر تترقب 400 مليون دولار من المملكة المتحدة لدعم ميزانيتها. وزير سامح شكري وزير الخارجية النهاردة كان عامل التقى في لقاء مهم مع مدير عام منظمة الدولية للهجرة، بتزور مصر، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كمان التقى بها مساء هذا اليوم أيضا. تزور مصر الوزير شكري في اللقاء الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها. ده كلام وزير خارجية. سفير أحمد أبو زيد عمل بيان النهاردة متحدث باسم الخارجية واتكلم على اللقاء، واتكلم على أنه الوزير سامح شكري اتكلم خلال لقائه مع إيمي بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، انه وزير سامح شكري قال لمديرة المنظمة الدولية للهجرة انه مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا الى ترك بلادهم بحثا عن الاستقرار
نتيجة للصراعات أو الأسباب الاقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ، والأمر ده انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر. وأشار الوزير شكري إلى أن الدعم اللي مصر بتتلقاه من المجتمع الدولي لا يتناسب أبداً مع ما تتحمله مصر من أعباء، وأن الظاهرة دي تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب من المنظمات الدولية أو منظمة دولية القيام بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا الخصوص، أن مصر بتتحمل يعني الكثير في هذا المجال. لا ده مهم جدا اللي قدام حضراتكم، وده اللي هيكون لما نطلع فاصل ونرجع، ملف مهم جدا، قانون التصالح او التصالح على مخالفات البناء. لواء هشام امن وزير التنميه المحليه النهارده كان عامل لقاء مع المعنيين في المحليات، برنامج تدريبي معمول ليهم، اتعمل البرنامج ده في شهر رمضان واستمر وهيستمر كمان لمده اسبوعين كمان، حوالي 5000 واحد من اللي اشتغلوا في المحليات هم اللي هينفذوا القانون، قانون التصالح. ووزير التنميه المحليه بعد شويه هنتكلم عنه بتفاصيل، الدوله خلاص هتتصالح على المخالفات، وسياده الرئيس ادى تكليف للحكومه انهم يخلصوا هذا الملف، وخلاص طلع القانون وطلعت اللائحه التنفيذيه، وهيبدا تنفيذها خلاص خلال يعني اسبوعين او بعد اسبوعين من الان. في جهد كبير جدا مبذول، والرئيس بالمناسبه قال لهم، الوزير هشام امنه بعد شويه لما نتكلم بتفاصيل قال لهم، سياده الرئيس قال لنا المواطن خط احمر، وانه عدم المساس بمصالح المواطن. يبقى الرئيس النهارده اللي حط خط احمر، المواطن خط احمر والمواطن تصالحوا خلاص، بس تم وضع خط احمر على التصوير الجوي، ما بعد 15 اكتوبر 23 لا تصالح عليه. يبقى خلاص ما قبل 15 اكتوبر هيتم التصالح عليه، له شروط بس خلاص، انت كل الحاجات اللي كانت قديمه خلصت، اتعمل قانون، القانون كله ميسر للمواطنين ويسهل حل المواطنين، هتكلم عليه بتفاصيل كتيره بعد شويه كمان، لانه ده قانون مهم جدا للناس. وزير التنميه المحليه ننسق لإتاحة التطبيق على المحمول للمواطنين لتقديم طلب التصالح بمخالفات البناء. وزير الري، وده كمان مهم جدا مهم جدا، دكتور هانس ويلم وزير الموارد المائيه النهارده ايضا ليه كلام في غايه الاهميه، اعاده استخدام 26 مليار متر مكعب سنويا من المياه لتلبيه الاحتياجات المصريه المختلف الاستخدامات. دكتور هانس ويلم وزير الموارد المائيه بيتكلم على اعاده استخدام 21 مليار من المياه بتدوير المياه عده مرات داخل شبكات المجاري المائيه، بالاضافه للمشروعات الكبرى لمعالجه مياه الصرف الزراعي، واللي اضافت حوالي 4.8 حوالي 5 مليار متر مكعب اضافيه من المياه سنويا، وبالتالي اصبح لدينا 26 مليار متر مكعب ميه بيتم يعني اعاده استخدامهم، زي احنا من الدول المتقدمه جدا في العالم اعاده استخدام الميه لاستخدامها ايضا في لتلبيه احتياجات المواطنين والمشروعات الضخمه، محطات المعالجه، معالجه الميه سواء المحسمه او سرابيوم، والنقل الكبيره جدا ايضا في اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي، وعندنا كمان المشروعات الكبيرة جدا سواء في محطة بحر البقر اللي افتتحت في عام 21 وكنا موجودين مع سيادة الرئيس، ولطاقتها حاليا 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وتعد أكبر محطة أيضا، وأيضا المحطة الأكبر منها محطة الحمام اللي هي بتكون غرب الدلتا، وأيضا اللي تم الانتهاء منها بالفعل وطاقتها 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. ده اللي مصر بتعمله أو مصر عملته في مجال أيضا الميه. وزاره التموين زي ما استعرضنا من شويه، حملات رقابيه على المخابز للتاكد من تطبيق الاسعار والاوزان الجديده للخبز السياحي. الكنائس تطلق كل سنه، ويعني اهلنا كل المصريين بالف خير يا رب، دايما بالف خير.
ان احنا في موسم اعياد كمان الكنائس تطلق معارض الملابس والسلع باسعار رمزيه تزامنا مع عيد القيامه. مصر تراجع كبير في سعر صرف الدولار امام الجنيه. ترند النهارده بورسعيد تحتل